الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع شرح كتاب نور مرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب فقهي ولا كتاب عقائدي؟ فقهي حديثي. فقهي حديثي، يعني يذكر الأحاديث في كل باب. وقفنا عند باب المساجد، باب الايه؟ المساجد. والمساجد هي كل موضع من الأرض فإنه مسجد، كل موضع من الأرض فإنه ايه؟ مسجد. وهذا من خصائص أمة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة في مكان فليصلي. نصلي في أي مكان، خلاص؟ جعلت لي الأرض مسجدا وإيه؟ وطهورا. لكن المساجد اللي احنا قاعدين فيها ديت المخصصة للعبادة فقط، ليها فضيلة، الصلاة فيها لها فضيلة، والذهاب إليها لها فضيلة، لها إيه؟ له فضيلة. طبعا الأحكام لها مساجد كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء، حتى ألف الزركشي كتابا اسمه إعلام الساجد بأحكام المساجد. فالمساجد هي مكان للعبادة وإقامة الشعائر، يلتقي فيها القوي بالضعيف، والغني بالفقير، والعالم بالجاهل. والمساجد هو الجامعة العلمية التي تلقى فيها الدروس، والمساجد كانت تعقد فيها رايات الجهاد، ويعين فيها القوات، وتجهز الجيوش. كانت المساجد كل شيء في حياة المسلمين، في حياة الايه؟ المسلمين. ذكر الحافظ ابن حجر الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، وإيه؟ وأن تنظف وإيه؟ تطيب. أن تطيب، ماشي؟ إذن تنظف وتطيب، تطيب بالبخور والعطور، وتنظف من القذر ومن الأذى ومن النجاسات ومما يؤذي المصلين، ومما يؤذي الايه؟ المصلين. فهذا الحديث فيه استحباب ايه؟ تنظيف وتطهير وتطيب المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع الايه؟ السجود. وأيضا فيه احترام شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيصان المسجد عن كل عن الروائح الكريهة من بصل وثوم وكرات وعرق ورائحة السمك وكل ذلك، والدخان كذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الآخر الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق. أولئك إيه؟ شرار الخلق. الرواية الأولى ها عن أبي هريرة، والرواية الثانية أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة فيها تصاوير، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا فيه إيه؟ فيه فوائد. إيه هي؟ فيه أن
لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور المساجد؟ لعدم استنجاد باب غير الله تدرك عنه شركا وأحيانا لمنع الشرك. زريعة لمين؟ لأن اتخاذ القبور المساجد فيه زريعة لمين؟ زريعة للإيه؟ شرك. ولعن وفيه تحريم التصاوير في المسجد لا سيما للرجال الصالحين لأن هذا ذريعة إلى عبادتهم، ذريعة لإيه؟ وأيضا هذا الحديث فيه عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبور أو فيها التماثيل لمشابهة ذلك بعبادة الإيه؟ الأصنام. وفيه أن من بنى مسجدا على قبر أو دفن ميتا في مسجد ووضع الصور والتماثيل في المسجد فهو من شرار مين؟ شرار الخلق لما يحدث بسبب فعله من الفتنة الكبرى وهي الايه؟ الشرك بالايه؟ بالله. ولذلك يا أولاد تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونها بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله عز وجل ولا وقت السحر، إنما هم يتضرعون ويبكون ويتذللون عند الأحجار وعند هذه الأضرحة أكثر من تضرعهم في بيوت الإيه؟ في بيوت الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المساجد. الحديث متفق عليه. الصحابي اسمه ثمامة بن أسد. هذا فيه ماذا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ أنه يجوز. فإن ثمامة بن أسد كان من سادات بني حنيف، أصرته خيل المسلمين فربطوه في أحد سواري المسجد. يعني سواري المسجد أعمدة المسجد ثلاثة إيه؟ أيام. وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ وثمامة كان جاي يقتل الرسول فهم أصروه. فهذا فيه جواز دخول الكافر لإيه؟ لحاجة. جواز دخول الكافر لإيه؟ أما لغير حاجة فإنه لإيه؟ لا يجوز. وأيضا لا يجوز دخولهم المسجد الحرام لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، وهذا متفرع عن نجاسته. عن إيه؟ عن نجاسته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بحسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه. وفيه من هو إيه؟ خير منه. لحظ إليه يعني نظر إليه نظرة إيه؟ إنكار. نظرة إيه؟ نظر إليه نظرة إيه؟ إنكار وعتب كأنه يعاتبه. عمر لما رآه ينشد الشعر في الإيه؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. دي دليل على السنة الإيه؟ تقريري. لأنه عاوز يقول لك إن الرسول كان بيسمعني وأنا أنشد الشعر ولم ينكر عليه. ففي حديث آخر يا أولاد جاء في الترمذي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. كيف نوفق بين الحديثين؟ حسان يقول كنت أنشد الشعر والرسول لا ينكر عليه، وفي نفس الوقت الرسول قال نهى عن تناشد الأشعار في الايه في المسجد. الرسول بين الحديثين بأنشاد الأشعار في المسجد على قسمين، يبقى إنشاد الأشعار على قسمين. إذا كان ينشد شعرا فيه إيه؟ كلام حلال أو شرك بالله فهذا حرام. يبقى إذن
الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل المقصود أو السب أو اللعن أو شرك بالله فهذا محرم ولا يجوز في هذا المنهي عنه. أما الأشعار التي فيها المنافحة عن دين الله ورد الباطل بالكلام الحق ونظم الحكم والمواعظ فهذه الأشعار جائزة، هذه الأشعار جائزة ويقاس على الشعر كل كلام فيه مصلحة للمسلمين وللدين فإنه يجوز. أما أي كلام لأمور الدنيا فإنه لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لإيه؟ لهذا. ما معنى ينشد ضالة في المسجد؟ يعني يطلبها أو يسأل عنها. نعم طيب ماذا نفعل معه من رأيناه وسمعناه ينشد ضالة في المسجد؟ نقول له ايه؟ لا ردها الله ايه؟ عليك. ماشي، معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض ايه؟ قصده. كل ذي ذريعة ليه، لعل ذلك ذريعة حتى لا تتخذ المساجد أماكن للأمور الدنيوية فترتفع فيها الأصوات ويكثر فيها اللغط. دي أولاد هذا الحكم يا أولاد خاص بالحيوان فقط، لو واحد فقط حيوان فقط لا. لا هذا الحكم عام، سواء كانت حيوانا أو متاعا أو نقدا أو إنسانا أو طفلا، لأن المساجد إنما لم تبنى لذلك. طب إذا أردنا أن ننشد ضالة ننشدها فين؟ عند خارج المسجد أو في الأسواق أو في الإيه؟ أو في الأسواق أو في الطرقات. فالمساجد هي أحب البيوت إلى الله، وهي بيوت التي يعبد الله يعبد الله فيها، فأمر سبحانه وتعالى بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كانت الضال سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا له لا أربح الله تجارتك. طب هل العقد ينقع عقد يا ولاد؟ لو واحد باع في المسجد هو حرام، لكن هل البيع يتم؟ لا. الإمام أحمد يقول يحرم ولا ينعقد البيع، البيع باطل. ولكن الإمام الشافعي وكثير من العلماء يرى أن العقد تم ووقع، العقد تم وإيه؟ ووقع، فيحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد. ونقول له إيه؟ لا أربح الله فإن المساجد إنما بنيت لماذا؟ بطاعة الله والذكر. لذلك يا أولاد المساجد ينبغي أن تنزه عن أمور السياسة والكلام في أمور السياسة وأمور الدنيا وأمور الانتخابات والأحزاب ومثل هذه الأمور. فهذه ينبغي أن لا تكون المساجد مسارح لمين؟ مسارح. بعض الناس يعمل مسارح مسرحية في المسجد، بعض الناس يغني في المسجد، بعض الناس يرقص في المسجد، هذا كله لا يجوز في المساجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.